اهلا بكم مره ثانيه. ودلوقتي نروح مقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه ساله حامد، نتابع منها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. ساله صباح الخير عليكي في البدايه، طبعا رحب بيكي انا وكريم، وقبل كمان ما تطلعينا او بعد حتى ما تطلعينا على اخر الاخبار قولي لنا الاجواء عندك ايه، الازدحام المروري برضو في انتقالك يعني للجريده، عايزين نطمن الناس وبعدين نخش بقى معاكي دلوقتي لان معاكي اخبار كتيره جدا وماتشات اعتقد برضو في غايه الاهميه سواء محليا بنتكلم عن الكره المحليه او العالميه. اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، واكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا جوله صحفيه جديده، ولكن النهارده زي ما انت قلت يا نهاوند من جريده اليوم السابع هكون معاكم عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار في الصحف الرياضيه سواء المحليه او كمان العالميه. ولكن طبعا خليني في البدايه قبل ما اتكلم معاكم في يعني كل الاخبار المتعلقه بالصحف الرياضيه، خليني اقول لك يا نهاوند زي ما انت يعني سالتي عن يعني الزحام وطبعا المرور اللي موجود دلوقتي، يمكن انا كنت جايه يعني من ناحيه الهرم وشارع مراد هنا لمقر جريده اليوم السابع، يعني خليني اقول لكم انه يعني ما كانش فيه يعني زحمه، كانت المرور يعني كانت الدنيا كانت كويسه، يعني اللي حابب ان هو ينزل في الفتره دي ما فيش يعني عربيات كتير، ما فيش زحام طبعا، يعني ده نظرا ل يعني سوء الاحوال الجويه وطبعا انخفاض درجات الحراره، فيعني لسه ما فيش يعني في يعني الحاله المروريه ما فيش زحمه، وان يعني المرور كويس في كل المناطق دي يعني اللي خاصه بيه يعني منطقه الدقي الزمالك وطبعا الهرم وشارع مراد. خليني طبعا في البدايه يعني ابتدي معاكم باخبارنا، واول خبر النهارده من موقع يلا كوره، الاهلي بطل والزمالك خامسا والترتيب النهائي لدوري المرتبط لكره السله. يمكن طبعا شفنا يعني الاسبوع الماضي كان في العديد من التحديات والمباريات في بطوله دوري المرتبط لكره السله واللي طبعا كلنا تابعناها، والحمد يعني الحمد لله يعني امبارح انتهت جميع المباريات في البطوله، يمكن يعني خلاص اخر المواجهات انتهت مساء امس في بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال لموسم 2020-2021. طبعا يعني المواجهات دي كانت دور الاياب لتحديد المراكز من الخامس للسادس عشر، يعني كل الانديه طبعا اللي ما قدرتش ان هي توصل للمربع الذهبي، ويعني المواجهات دي انتهت بعد ان تم الانتهاء من مباريات تحديد المراكز الاربعه الاولى يوم الاربعاء الماضي. يمكن يوم الاربعاء الماضي شفنا يعني كان في مباريتين يعني مهمين جدا ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري وما بين يعني سموحه ونادي الجزيره لتحديد المراكز الاربعه الاولى، المركز الاول والثاني والثالث والرابع، وطبعا المباراه النهائيه مباراه الفاينل اللي جمعت ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري، وكانت يعني في اداء قوي جدا من الفرقتين، اداء متميز، ولكن قدر في الاخر النادي الاهلي ان هو يتوج بلقب بطوله الدوري المرتبط للمرة السابعة في تاريخ النادي الأهلي على حساب نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 69-67 بفارق نقطتين بس طبعا نظرا ل يعني صعوبة المباراة، وطبعا المركز نادي الاتحاد السكندري عفوا في المركز الثاني، ونادي سموحة في المركز الثالث، ونادي الجزيرة في المركز الرابع، وأخيرا نادي الزمالك في المركز الخامس. تاني خبر كمان معانا النهارده من جريده اليوم السابع، منتخب شباب الهوكي يتوجه الى الهند اليوم للمشاركه في كاس العالم. النهارده ان شاء الله يعني الظهر يعني هيتوجه او سيغادر منتخب الوطني منتخب مصر الشباب للهوكي للهند للمشاركه في بطوله كاس العالم، والفتره يعني اتحدد لها من 24 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل في مدينه نيو دلهي، واللي هيكون رئيس البعثه لمنتخب مصر هو الأستاذ طارق مصطفى عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري للعبة الهوكي، واللي طبعا يعني فاز ب يعني مقعد عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري للهوكي بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة في مجلس الإدارة الجديد يعني برئاسة الأستاذ شريف كمال، واللي برضه يعني فاز في الانتخابات الأخيرة ولكن يعني بعد يعني ما حصل على عدد كبير من الأصوات، ولكن كانت المنافسة على مقعد رئيس مجلس الإدارة.
ثالث خبر معانا النهارده من الشرق الاوسط، البرازيل والارجنتين مرشحتان لاعاده الكاس الذهبيه الى قاره امريكا الجنوبيه. يمكن قبل سنه طبعا من نهائيات كاس العالم 2022 حجزت منتخبات عريقه في كره القدم مثل البرازيل، المانيا، فرنسا والارجنتين تذاكرها الى العرس او العرس الكروي طبعا اللي هو بطوله كاس العالم. ويمكن البرازيل يعني حجزت مكانها او مقعدها في بطوله كاس العالم مع نجمها نيمار، والارجنتين طبعا بقياده الاسطوري ونجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي يعني خلاص حجزوا مقعدهم في بطوله كاس العالم، والاثنين يعني عندهم طبعا طموح ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه وان هم كمان يفوزوا بالبطوله بطوله كاس العالم عشان طبعا يفرحوا يعني جماهيرهم سواء في البرازيل او الارجنتين. يمكن طبعا البرازيل يعني بتسعى ان هي تفوز ببطوله كاس العالم للمره السادسه، اللقب السادس في تاريخ منتخب الارجنتين، في تاريخ منتخب البرازيل. والارجنتين بتسعى ايضا ان هي تفوز باللقب للمره الثالثه في تاريخها، ورغم صعوبه يعني المهمه وطبعا المنافسه اللي هتكون ما بين كل المنتخبات في بطوله كاس العالم. والخبر الرابع النهارده معانا والاخير من الرياضيه السعوديه، المره ال 12 نيوكاسل لا ينتصر ودورتموند يزاحم البايرن وتشيلسي يعزز الستاره. يمكن امبارح يعني كان في ثلاث مباريات كلنا تابعناهم طبعا امبارح، وكانت اول مباراه يعني هي تعادل فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي امس مع فريق برنتفورد بنتيجه 3-3، ثلاث اهداف يعني لكل فريق في الجوله ال 12 من الدوري الانجليزي لكره القدم او البريمير ليج. و مباراة واللي نجح فيها يعني دورتموند ان هو يضيق الفارق مع نادي بايرن ميونخ في صدارة يعني الدوري الالماني بعد فوزه يعني الاخير بنتيجة 2-1 على نادي شوتغارد امس في المرحلة ال 12 او في الجولة ال 12 من يعني الدوري الالماني. والمباراة الثالثة والاخيرة وهو فريق تشيلسي عزز الصدارة للدوري الانجليزي بعد فوزه بنتيجة 3-0 على نادي ليستر سيتي في افتتاح المرحلة ال 12 او الجوله ال 12 من طبعا الدوري الانجليزي لكره القدم او البريمير ليج. دي طبعا يا يعني هواند وكريم كانت اخبارنا النهارده في جميع الصحف الرياضيه سواء العالميه او المحليه. طبعا بشكركم جدا، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا هواند، تفضلي. بشكرك جدا زميلتنا الجميله المتالقه حقيقي سالا حامد على هذه التغطيه، شكرا لك.